الأساس الذي وضعه الشيخ زايد كان هو المنطلق الذي انطلق من بعده يعني أبناؤه، سواء الشيخ خليفة رحمة الله عليه بوصفه حاكما رئيسا وحاكما لأبو ظبي أو بقية الحكام، الحقيقة ساروا على هذا المنهج وتحولت هذه الدولة من دولة صغيرة عمرها يعني عمر قصير في أعمار الدول لا يتجاوز 50 عاما إلى واحدة من الدول اللي يشار لها بالبناء اقتصاديا وحتى سياسيا وعسكريا الحقيقة، وهذا واضح يعني يكاد الجميع يشاهد ولا يحتاج إلى مزيد من التحليل والتدبر والتفكير الحقيقة، لأنه يعني منظور واضح لكل من يعني يشاهد. وبالإضافة إلى أن دولة الإمارات أصبحت مقصدا سياحيا للعالم اليوم، أي مكان تتحدث فيه عن الإمارات في العالم كله يعني تجد أن العالم يعرف إمارات هذه الدولة، يعرف دبي، يعرف أبو ظبي، يعرفها أو زارها، ويعرف برج خليفة الذي هو البرج الأطول مثلا في العالم أو نحوه من المعالم البارزة التي يعرفها أحد الناس وليس بالضرورة المتخصصين أو الذين يعملون في الحقل السياسي بخاصة.